أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كان الصحابة يعيشون رمضان طوال العام، يستعدون له قبله بستة أشهر، ويحاسبون أنفسهم عما بدر منهم وما بدر منهم في الستة أشهر التي تليه، عايشين كل السنة استعداد ثم حساب، عامل زي اللي داخل سوبر ماركت يشتري من هنا ومن هنا ومن هنا ويعد نفسه إلى الدفع، ويجي عند الدفع إيه ويدفع ويدفع بالتي أحسن ويحاسب، يعني سبحان الله. فكيف نستعد لرمضان؟ أرى الله أعلم في هذه الأيام الطيبة والأيام المباركة أن يبدأ بأن يصادق الذي هجره على الرف. إحنا في كل بيت مسلم الآن عدد من نسخ المصحف، في كل بيت مسلم حتى في الغربون عدد من نسخ المصحف أكثر من النسخ التي كانت موجودة في زمن سيدنا علي بن أبي طالب في العالم الإسلامي كله. يعني نسخ المصحف عند في شقة واحدة في فيلا واحدة في بيت واحد يمكن 10 نسخ. كان عثمان عمل 4 نسخ وبعدين وزعوا على الأمصار، راحت الكوفة نسخة ومصر راحت نسخة والشام راحت نسخة، سبحان الله العظيم. يعني نسخ بسيطة وتوارثوا بعد ذلك، أو يعني استمرت كتابة المصحف سبحان الله. فأنا أرى أن نبدأ لننفض التراب عن المصحف من الآن، ونبدأ يعني بالعامية كده نحس على دمنا شوية، يعني ركعتين بعد العشاء، ركعتين بالليل شوية، عشان إيه نستعد مش مرة واحدة 29 شعبان 4 ركعات العشاء، ركعتين سنة الشفع والوتر، فجأة ثاني يوم في مساجد 20 ركعة، يديله 20 ركعة سبحان الله. وبعدين يروح المسكين لسه يديله سنة نائم لا يصلي إلا العشاء فقط الفرض، وبعدين الشفع والوتر كواجب عند أبي حنيفة أو سنة مؤكدة عند الآخرين، وبعدين يروح صلاة العشاء بعد أن أكل ويعني ملأ هذا الجوف، وبعدين يجي يركع لا يستطيع من هذا الامتداد الزمني والجسدي والتورم الكرشي سبحان الله للمسلم للأسف، فيسبح فلا يستطيع أن يأخذ نفسا، ثلث طعام ثلث شراب ثلث نفسه، والرجل ربما قرأ آيات قليلة وقصيرة وربما 3 آيات أو 4، فيقول بعد الصلاة سبحان الله الرجل قرأ سورة البقرة، أبدا البقرة هذه في بطنك أنت لأنك سبحان الله ملأت شيئا لا يجب أن يملأ. فمرة واحدة نستعد من الآن، ربنا يبارك فيكم وربنا يعني يبلغنا رمضان ويتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.